هذا الصباح we have registered سجلنا a vaccine against the COVID-19 infection, and I would like Mr. Murashka to comment on that. COVID-19 وأود من خبير أن يتحدث عن ذلك. وهذا اللقاح يوجد مناعة مستقرة وقد أجريت العديد من التجارب. لكن دعنا نستمع إلى الرأي المحترف. نعم سيد الرئيس، فعلا بلدنا سجل أول لقاح ضد كوفيد 19. وما أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكورونا فيروس كورونا هو جائحة عالمية، بدأنا نعمل مع جهات الصحة المختصة في روسيا للعمل على التوصل إلى لقاح. والعلماء الصينيون في مركز الأبحاث أوجدوا عقاقير صيدلية ضد الأمراض المعدية أو الأوبئة المعدية مثل هذا الفيروس، وقد أوجدنا 6 لقاحات مختلفة هي مسجلة حاليا في السابق طبعا. وأشهرها هو اللقاح ضد وباء